إسرائيل تعترف بسيادة المغرب على الصحراء. الناس راهو مازال جايشي يطمن، وفعلا راهي كل وقت من نقولها معناها راهو جايشي ما كنتو تظنوه، ودائما نقولها لي راك هرتي ما نقولها ثلاثة ولا أربعة، والناس لا تعدلها ضحكة يا غير لاباش بطلت تظهر. هذا السيور سيطر حالي ما غدا تنسى انت عن هذا محمد علي متعقد، حتى مسائل متعقدة 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 متعقدة، مصالح 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 دول العظمى، هذا كامل واعر. هذا المحيط التصميمات كنت تعود عليها ابدا حركة ولا دولة اشتراكية محال ابدا، هي خاصة الرواية منذ البداية خسرتها، فهمتني؟ منذ البداية بدأت تصبحني معنا، فهمتني؟ القومية والاشتراكية وذيك الروايات ما تعود على المحيط التصميم ابدا ابدا ابدا، ما تصدم سوى شهر امريكا ابدا. يا غير قاع احنا خلاص خسرناها في البداية، يا غير ما يتم جابينها انها خسروها تبع ذاك الوقت قال عمينها امريكا، احنا ما زدنا امريكا راقب الا تمينا امريكا مسكنين وبعد ولا مسكنين ولا لباس علينا بعد ما طرح منه شيء، الين قلنا بسم الله وقع السلم حق بعد زرنا سلاحنا حزنا الحية والتجارة كونتراباند روتات ورشي ما نعرف شنو وترواد الذهب ذيك الرواية ذاك نفسه قبضنا مولي انقبض مولي من شين السياسة وشين التخمام حد يصحي قرقالات صحابي من جل السلام قال البوليساريو لا تسمي قرقالات خليهم عنا خلي ذيك الطريق مفتوحة يكتم عندك منفذ شعور البحر وعندك تراب حرة ما تنقطع عليك، وفعلا وهذا هو قبل وقع شطرة عقب القرقالات انقبض الطريق إلى سوق نعم سوق مساحة ما تزيد تحرك. إذن هذا ينم صراحة عن مستقبل لا يبشر بالخير بتاتا، وهذا بطبعة الحال هو نتاج لمن بقي في السلطة مدة أزيد من 45 عام، ناس تدور ناس ثابتة حتى أن يأتيها الموت بغتة. إذن صراحة هذا الجيل اللي عاد صبر راي الأجيال الجاية ما هي صابرة، ولا يتقبل هذا النوع من قالوا الموريتانيين فوضاه، ولا يتقبل هذا النوع من صراحة لتشويه السمعة لكل ما تعنيه الكلمة معنى. إذن هنا يبين حقيقة الضعف الحقيقي على أن همنا هو هم الدنيا، هم المال وهم المصلحة الشخصية قبل المصلحة العامة اللي خلتنا نلوح بها. إذن هذا يلوح لأن إطارات الدولة إطارات ضعيفة، خاصة السلك الدبلوماسي وكلهم من رأس القائمة إلى تحت القائمة، وهذا دليل مولع لأنه ما عندنا اعتبار يسوه ولا وزن مهما كانت ولا أي وسيلة ضغط. مرحبا وسهلا أنظر الصاغية الحمر وعد الذهب 18 أربعات معنيش كيما غيركم ياك لباس الفاضل شكيف ما غيلك ياك لباس ياك الخير الفاضل. البوليساريو ماتت يوم 13 نوفمبر 2020، ماتت في القرقرات كتلتها القيادة اللي ما هي عارفة وين، بعرة واحدة روسها ما فيهم ما دخل خرج من الدراهم، وماتت لا وجود لها، هذا تحصيل حاصل وواضح كل حد عارف وراعي فيه. اللي كان عنده شوي من الاحترام الداخل في المخيمات بعد العليات والتركة وشوي من السترة والعيربون قلبوه الديقات للمخدرات والسرايك الليلة أروى فيه الفوق فوق العليات والتركة والشيب دز دز، ومنين ينقصد هي لا ما في القيادة ما في زي طاحت العمر إلى آخره، وماتت مسكينة الله يرحمها ماتت من الهبة ذيك اللي 2020 في القرقرات اللي تقودها من تحمادة، وكانت في آخر قيادة من البوليساريو تبقى اسمها موت اسم مشروع البوليساريو وإلى الأبد. هذه نقطة ثانية لا نعطيك حكمة قط قالها حياة حمدي والمحمود هاك شيخ سلام نهاية 77 جاه محمد عبد العزيز عقب ذاك المشكل تعرف العدة الجبهة لسلام ذيك الحجة اللي قلعوه بيها ونيت الأولى وأمها قال لهم لا تقلعون احنا مالنا صحراء، قال لهم بينا لا أكثر منكم سلام في المغرب قالها رحامنا، ولا اعترف هاروا كلام الشهيد الولي قالوا عنه، ولا اعترفنا عن سلام هون لا تقلعنا ذيك سلام تقلع منا الصحراء ذيك سلام اللي في المغرب. المهم محمد عبد العزيز يرحمه الحمد بن محمود يرحمه
شتي ندوه ظل مقيل معاه وشاد معاه ذيك الأخبار. شوف قالوا حمدي أنا اللي ندور منه، قال لا ذا اللي قالوا لك الجزائر تعدوا لي أولادي تطلس وتوف، وأنا ما تتعامل هي الأولاد لحد من ذي القبيلة، كون حد حر على نفسه نرسو بعضك المحبوسين وذاك كامل إلى آخره. المهم إن اللي مشى عنده عقاب نهار، محمد تعرف إنسان عاقل وداهية، قال وعارف عن حمدي داهية ومن له عاقل، قال له يا حمدي أنا طالب مولانا ومنك عنك تعطيني حكمة تبقى معايا وأنا أطرحها. قال له بين عيني أنا براس هدف في قيادة هذه البوليزاريو إلين نوصل بها الاستقلال التام ولا الاستشهاد. قال له والله يعني أعطيك، قال له بعد حكمة غير أقراها لا تعود وحدك. قال له شنو هي؟ قال له أنت تعرف على المجتمع أهل الصحراء الزامن سابق الزمن كانوا يمشوا بالبل وبالفضة وبالغنم وبالعبيد، حاد يصيف توي حد أخلاقه عليهم والله بقيمته والله من الناتهم والله من أولادهم، خاطر عليهم يصيفطوه بالبل وبالغنم وبالمدافع وبالعبيد، وانت والجبهة اللي تقود صيفتوها أهل الصحراء أغلى شيء عندهم هم أولادهم. وأعرف قال له ذاك وتطرحوا بين عينيك، وتم قالوا هيك الحكمة لا غش اللي عندك وحده وكافي، هذا راه ولك بعد بعيد المداحت. مرحبا وسهلا، توفيق لك المسلمين. يجيك يقولك احنا مرانا منتصرين عسكريين والمقاربة مدمرين، واش انت تتكلم مع جيل 75؟ هذا راه الجيل البصري، نعثنا ذا اللي عدلت، هذا اللي دمرت ذا اللي قتلت منينهم. ما خارق اليوم عزوز معناتها تليفون فيها اندروي، وانت تقول لنا عنك دولة ما نقد. انا عتن ذا اليوم راهو جيل بصري، مات لا يؤمن بالكلام ذاك. احنا منين الموت يوم ينتجر فينا، ما يتحرك واحد، ما يرهد واحد لقمة من العداس قاسة فمه، ما طيرتها درون بين يده وفمه، بين طبسيل وفمه. منين ذي الانتصارات؟ منين يقولك دبلوماسيا؟ منين دبلوماسيا؟ دبلوماسيا واش انت خارج عالم في المريخ انتم متابعين له؟ العالم اللي في الكرة الأرضية اقرب لكم شي اسبانيا راها قالت لكم انا ما عندكم الحق كاع شي. قرار هذا هو الواضح. فرنسا قالته من نهار خلقت، المانيا قالته سابق ذاك، وامريكا قالته سابق ذاك. منين دي الدبلوماسية؟ الدبلوماسية منين؟ اي دبلوماسية منين قاست بمين؟ الدبلوماسية عند الجزائر، عند عاكم معترفة بكم الجزائر، ومعترفة بكم جنوب افريقيا على اساس على انه ديك الساعة خارجين بالانديات تنقبضوا من عند نظام الابارتايد، قبضتهم داعمين بين القاربة وقبضتهم البوليزاري وعطاتهم الحزب هذا اللي حاكم في افريقيا ضريف، وبقى وبالتالي بقات حتى العلاقات عندكم ما هي مبنية على شيء، ما هي مبنية على شيء، بقناعة مبنية على طريقة ماشية توفو، طريقة الثورية، طريقة النضال، طريقة التحرر. هذا ما تبتني عليه العلاقات، هذا ما يبتني عليه العلاقات، هذيك أهداف وطموحات يقال ما تبتني عليها العلاقات السياسية. علاقات سياسية تبتني على مصالح، مصالح حتى ولو ما هي آنية ولكن فيها تعهدات، ولو تعود ما عندك مصلحة آنية ولكن تعود أحد مصلحة وتعود الناس معاونتك باش تحقق هذه المصلحة باش تجبر التعهد تاعها الليبي. هذا ما هو عندكم، ما هو عندكم. واحلل في شمن الكذب الأحمر وقول لك اجتماع الأطر، وش معنى ذا يجمع الشفنة ذا يجمع تتكلم وما قاعوا جاههم ما تلقى قد يخرصهم حد، لا صيت قاعوا جاههم ما تلقى قد يخرصهم حد، يش قال قاعد يطمع فيهم عنهم الحق ولا شيء. ولا أظن على أن نحن الصحراء يالتنا نفيقوا شوي نخرص روسنا. نحن منين هذا القيادة اللي عند البوليزاريو فاتت بدلت عليها تقريبا 30 حكومة مغربية، 30 حكومة مغربية، حكومات المقاربة. واحد ما عنده دكتوراه ما يطلع قاعد لا وزير، لا وزير ما يطلع، ما عنده دكتوراه
ما يطلع وزير. توت حان ابراهيم قالي عنده قسم الثاني ابتدائي، كلامه ما في، يفوت لك 30 سنة يتكلم ما يقول لك جملة مفيدة واحدة. يا اخوان هذا وش احنا منين؟ وش احنا الى منين؟